أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حادث لإطلاق النار خلال إلقائه خطاباً في تجمع لمناصريه في بنسلفانيا، وسمعت أصوات أعيرة نارية في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم السبت. وأظهرت صور فيديو ترامب وهو يلقي خطاباً قبل أن يصاب في الأذن ويحيط به حراسه لحمايته ونقله إلى سيارة. وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.